مع بعض على السؤال الموجود عندي على اللوح، رح نطبق مع بعض طريقة الرسم اللي تعلمناها بشكل مبسط قبل، إنه هون بطريقة أصعب شوي. السؤال بحكي لي تؤثر ثلاث قوى في جسم، القوة الأولى مقدارها 30 نيوتن باتجاه الشمال، والقوة الثانية 50 نيوتن بزاوية 37 شمال الغرب، وقوة ثلاث 60 نيوتن باتجاه الجنوب. جد المقدار والاتجاه لمحصلة القوة المؤثرة في الجسم بيانا. عندي ثلاث قوة. أول إشي كلياتنا بنعرف الاتجاهات، حكيت لكم عنهم، شرق، غرب، شمال، جنوب. القوة الأولى مقدارها 30 نيوتن باتجاه الشمال، يعني واحدة موجودة عندي هون، وواحدة شمال غرب، القوة الثانية شمال غرب بزاوية مقدارها 37 شمال الغرب، يعني هون زاوية 37. والثالثة القوة الثالثة مقدارها 60 نيوتن باتجاه الجنب، هاي لهون 60. طيب لما علمتكم كيف نرسمها على المستوى البياني بالدرس السابق، قلت لكم صعب علي اني اروح اجيب اقيس 30 نيوتن او 30 على المسطرة، مش حكينا انه الرقم لطول السهم، متذكرين معي؟ والاتجاه اتجاه وين احطه؟ متذكرين؟ حكينا القوة هي كمية منتجها، لها مقدار ولها اتجاه، المقدار لطول السهم والاتجاه للزاوية اللي بعطيني اياها او اتجاهها شرق غرب شمال جنوب. وحكيت لكم عشان نقدر نرسمها ويكون عندي الرقم مصغر استخدمنا مقياس الرسم. قلت لكم الرقم اللي موجود عندي بضربه بواحد على، يا واحد على 10 او واحد على 20، واحد على 100. بما انه عندي صفر واحد رح اضرب بواحد على 10، رح استخدم مقياس الرسم واحد على 10. رح اضرب القوة الأولى اف واحد اللي هي 30 ضرب واحد على 10، الصفر مع الصفر بتروح، بتصفي اف واحد 3 سنتيمتر. متذكرتوا لما حطيت هون سنتيمتر وهون نيوتن وهون نيوتن، قلنا هون 30 نيوتن نفس الوحدة، وهون دائما بحط سنتيمتر، فالأولى سنتيمتر، الثانية اف 2 اللي هي عندي قديش؟ 50، 50 نيوتن ضرب 1 سنتيمتر على 10 نيوتن، نيوتن مع نيوتن بتروح، الصفر مع الصفر بتروح، اف 2 تساوي 5 سنتيمتر. نيجي على الثالثة، اف 3 قديش عندي تساوي؟ 60 ضرب 1 سنتيمتر على 10 نيوتن، نيوتن مع نيوتن بتروح، صفر مع صفر بتروح، اف 3 تساوي 6 سنتيمتر. هذا طولهم بالرسم عشان اقدر ارسمهم. ممتاز، نيجي على المستوى البياني نعينهم. الاولى اللي موجوده عندي حكينا طولها 3 سنتيمتر باي اتجاه؟ باتجاه الشمال، يعني وحده رح يكون عندي طولها 3 سنتيمتر بهذا الاتجاه باتجاه الشمال. اعطيتكم الاتجاهات شرق غرب شمال جنوب، هاي طولها 3 سنتيمتر باتجاه الشمال، هاي اف 1. ممتاز، نيجي مع بعض على اف 2، 5 سنتيمتر باتجاه شمال الغرب، يعني بهذا الاتجاه، هاي شمال هون شرق هون غرب شمال وهون جنوب. الثانية القوة الثانية مقدارها 5 سنتيمتر باتجاه شمال الغرب، هاي 5 سنتيمتر، هاي اف 2 وصنعت لي زاوية مقدارها 37 درجة. آخر قوة موجودة عندي اف 3 طولها 6 سنتيمتر، 6 سنتيمتر بأي اتجاه؟ باتجاه الجنوب، هي 6 سنتيمتر بهذا الاتجاه، اف 3 6 سنتيمتر. هلا بدنا نوجد مع بعض المحصلة، بدي ارسم هدول الثلاث مع بعض بطريقة المحصلة بالرسم بياني بالرأس. يلا نرسم المحصلة تبعتنا اللي رمزنا لها بالرمز R. شو بدنا نعمل؟ أول إشي رح أبلش F1 F2 F3،
طيب طلعوا لوين هي طالعه؟ للاعلى. احنا بنرسم ذيل راس، بعدين ذيل راس رح تكون طالعه لوين؟ للاعلى. هي بنفس الاتجاه، حافظت على اتجاهها، والزاويه تبعتها قديش رح تكون؟ 37 درجه. وقديش مقدارها؟ 5 سنتيمتر. طيب نيجي على اخر سهم، قديش طوله؟ 6 سنتيمتر. ايضا بجيب المسطره بدي اقيس طوله قديش؟ 6 سنتيمتر. ذيل راس، هي ذيل راس، من عند الراس شو بينزل؟ ذيل. قديش طوله؟ 6 سنتيمتر باتجاه الجنوب، هي 6 سنتيمتر. عشان اطلع المحصله، حكينا المحصله بدي يكون ذيلها عند اول ذيل وراسها عند اخر راس. هي اول ذيل وهي اخر راس، رح تكون المحصله بهذا الاتجاه، ذيلها عند اول ذيل وراسها عند اخر راس. حكينا ذيلها عند اخر ذيل وراسها عند اخر راس. رحت جبت المسطره وقست المسافه بين ها بين اخر اول ذيل واخر راس، اللي هي المحصله اللي راح انزلها بالرمز R. هون عندي اف 1، هون اف 2، هون اف 3، وهون R المحصله. بدي اجيب المسطره، مش انا طلبت منكم مقدار واتجاه. اتجاهها وين رايح؟ باي اتجاه؟ حكينا شرق، غرب، شمال، جنوب. رايحه باتجاه الغرب. هيها المحصله رايحه باي اتجاه؟ باتجاه الغرب. طيب بدي مقدارها، كيف بدي اطلع مقدارها؟ بجيب المسطره، جبت المسطره